شنو الخير درتي فيا باش خرجتيني من الحبس؟ شنو الخير درتي فيا؟ انت ما درتي فيا لا خير لا والو. انت هي درتي لي في المحضر الاغتصاب ما دايره ليش تغرير. وكا كان ما جابش الله داك الكونفرساسيون اللي كانت بيني وبينك في شهر 11 2021، كان راكي غلقتيني لحتيني كبش فداء. مع العلم جاب الله نقذتني داك الكونفرساسيون اللي نقذتني. ونزيدك واحد الحاجة اللي تتقولي انت هي شريفة عفيفة والناس يتعدوا عليك والناس يأديوك وانت هي صغيرة وما تتعرفي والو وديما تتمثلي راسكي راكي صغيرة. انا نقول لك النهار اللي انا اللي كنت متعتقل اللي كنت معتقل وخرجت الخبرة ديالك يتلقاوكي يلاه مارستي قبل بست ساعات، فين كنت انا؟ اعتمدوا لي اخوتي علامة الاستفهام، فين كنت انا؟ كنت انا في الحبس وجاب الله كما تدين تدان. كيف بغاو يلوحوني بحال ديك الخبزة في الفران، جاب الله هما لحوني. خديت انا عام باش يهزوا باهم باش ينقضوا باهم، ولكن باهم خدا عامين بوالو كما تدين تدان. فمن حفر حفرة لأخيه وقع فيها سير غيب النية وما تخاف، وكامل الخروج ما حاقتش وهي حاقدة. أنا اللي تتهضري على هاد الشي هذا، ما داك الساعة ما تكملش معايا، داك الساعة تخليني أنا نشوف حياتي. واش دايرة نتيا شوفي حياتك؟ ماشي تبقاي شداني وتمثلي زعما راكي نتيا بريئة وشريفة عفيفة وزيد 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 وزيد. تندم على النهار اللي عرفتك فيه.